نشوف الكوارع دي هنعملها ازاي. احنا جبنا فردة كوارع كده وخليناها بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. خلاص هنسلقها وهنعملها بطريقة حلوة جدا، بحيث هناخد من المرق ده نسقي الطاجن بتاع لسان العصفور، وكمان هنعمل منه الفتة. تعالي نشوف هنعمل ايه. هنجيب الكوارع وهننزل بيها في قلب المية اللي بتغلي بالشكل ده، الكوارع المخلية الجميلة دي مع ورق اللورة والحبهان، كل ده هننزل بيه هنا. ادي الكرفس والثوم، ورق لورة، جزر، وبصل. حطي بقى كل الكلام ده، وكمان تعالي كده هتدقيها بشوية الملح الحلوين دول، وسيبيها بقى ايه كده تستوي مع نفسها. اهو يبقى احنا حطينا بصل وثوم وكرفس وجزر، وحطينا حبهان، وحطينا ورق لورة، وهنسيبها بقى تتسلق مع نفسها. بصي ادي العيش، تنزلي بالعيش في قلب الزيت كده اهو بسرعة خالص، وحتة الزبدة اللي انا حطاها هتبصي تلاقيه برضو كله اخد نفس اللون الحلو. فبالتالي لما تيجي تشتغلي في بقية الحاجات بتاعتك تلاقي الدنيا سهلة جدا. احنا بقى هنعمل ايه؟ الزيت اللي احنا حمرنا فيه ده هناخد منه نعمل الرز بتاع الفتة، عشان يبقى واخد طعم التحمير، ما يبقاش الرز ني، طعم الزيت ني، مش الرز اللي ني، الزيت هو اللي ني. خلاص هتبصي تلاقي العيش دلوقتي شد معانا على طول. بصي العيش اخد نفس الدرجه الذهبي دي ازاي. انا بقى بحب اعمل العمله دي في المطبخ عندي طول ما انا واقفه، اهو بعلمكم بنفس اسلوب الطبيخ بتاعي، النظام ينظم لك كده كل حاجه وتلاقي الدنيا معاكي نظيفه وزي الفل. اهو لما ياخد معاكي درجه اللون الذهبي الحلوه دي، انت بقى بعد كده عايزه تعمليها فته مشطشطه، عايزاها تعمليها بارده، براحه راحتك. يلا يا بنات اللي ليها اي تليفون، وكل سنه وامهات مصر طبعا طيبين. بعد ما حمرنا الثوم بالشكل الجميل ده، انا عايزاه ياخد درجه اللون الذهبي الحلو قوي. بعمل ايه بقى؟ انا بنزل بالصلصه الاول، بنزل بالصلصه الاول مش بالخل، علشان الصلصه تستوي كده وتتحمر في الزيت مع الثوم. اهو بصي بالشكل ده، والثوم بتديله درجه اللون الذهبي. معانا مين على التليفون تاني؟
طيب قلبنا بالشكل ده اهو. هتكوني بقى محضره جنبك الخل. الخل هتحطي حبه حلوين لان العيش بيشرب، فلو حطيتي الخل قليل هتبصي تلاقيها دلعه كده وطعمها مش حلو. بصي اهو. طيب عملنا احنا الكلام ده كده، ممكن نحط هنا شويه من الطماطم، وخلي الصلصه كده تقيله حلوه، شويه الملح فين اهم اهو، وسيبيهم كده يغلوا مع بعض. هاجي هنا واجيب، انا عايزه شويه من المرق، هنحط هنا تاني، نجيب شويه مرق كده من بتاع الكوارع ده عشان هوريكي تبلي العيش ازاي اهو. عايزه شويه مرق مش كتير طبعا، لما بتكوني عايزه العيش محمص ما بتكتريش السوائل، عايزه العيش طري ومستوي حلو بتزودي في السوائل شويه. هاجي هنا واقوم حاطه شويه العيش المحمر الجميل ده. بعدين هنعمل حاجتين، هنيجي ناخد شويه من الخلطه دي او الدقه دي اللي احنا عاملينها، تعالي نجيب كبشه كده من هنا اهي. بصي بقى الجمال ده، ويا سلام بقى لو شطشطيها شويه. يبقى احنا حطينا شويه الخل والثوم والطماطم، وحطينا كمان شويه من الملح. هاجي هنا واقوم حاطه شويه شطه كده صغيرين، الشطشطه دي بتدي طعم للفته ما حصلش، جربوها هتحبوها جدا. بعدين هاجي هنا واجيب كبشه ثانيه عشان ما احطش الكبشه بتاعه الصلصه في الشوربه اهو. بصي بقى الجمال، تعالي نسقي كده شويه من المرقه كده، مش هحط اكتر. حطينا احنا شويه الرز الحلوين دول، هنسويهم بالشكل القمر ده، وهنشيل الرز الزياده ده من هنا علشان نبتدي بقى ايه نوضب كده الحاجات بتاعتنا الجميله اللي تفتح النفس دي. بصي يا استاذ جوهري لحظه واحده اعمل لك كده الكاونتر الجميل ده يبقى فله كده عشان تصور كده براحتك والدنيا فله. وتعالي شوفي هنعمل ايه. هاجي هنا واقوم واخده وحدات الكوارع بالشكل ده، المخليه الحلوه الفله دي. معانا مين تاني على الهوا على التليفون؟ عفوا يا حماده. الو استاذ حماده، ام حماده. الو ام حماده، يا صباح الفل. يا صباح الفل. طب يا ريت نعاود ونتصل مره تانيه، هو الصوت مش واضح تقريبا. هناخد شويه من الدمعه دي كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هاجي هنا احط كده. ادي الطماطم او التقليه اللي احنا حطيناها على الوش، شويه فلفل اسود كده صغيرين. خلاص ادي شكل طبق الفته الحلو.